حيث طالب نشطاء البصرة بمحاسبة المحافظ السابق المتهم بقضايا فساد ومن أطلق النار على المتظاهرين واحتساب الذين سقطوا في التظاهرات في الصيف الماضي كشهداء وأن يتم تعويض ذويهم. دعونا نتابع مطالب نشطاء البصرة. نطالب أولا على الحكومة المركزية احتساب شهداء التظاهرات شهداء الحق وصرف الحقوق لعوائلهم وعلاج الجرحى وصرف حقوقهم. اثنين على أعضاء مجلس محافظة البصرة استجواب المحافظ علنا بخصوص الأموال التي خصصت للبصرة. ثلاثة على الحكومة المحلية الإفصاح على المشاريع التي أحيلت منذ الأزمة وحتى الآن. أربعة الإفصاح إعلاميا عن الخطة المتخذة بخصوص القضاء على أزمة العاطلين عن العمل. خمسة على البرلمان العراقي الترشيح فورا شخصيا للبرلمان بدل محافظ البصرة. ستة على المحكمة الاتحادية بيان رأيها القانوني إعلاميا بخصوص السماح لمحافظ البصرة بشغله لمنصبين. سبعة نطالب الحكومة المحلية في البصرة الإفصاح إعلاميا عن سبب سكوتهم عن شغل المحافظ لمنصبين وخلافه نعتبرهم شركاء في تقسيم المشاريع ونهب أموال البصرة. خلاف تطبيق هذه المطالب سيكون لنا رأي آخر في تدويل قضية البصرة.